عزز القادسية من حظوظه في البقاء ضمن دور المحترفين السعودي عقب فوزه على ضيفه الخليج بهدفين من دون مقابل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلاوي الرياضية في الخبر. وضمن الوحدة البقاء رسميا بعد انتصاره على ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة. وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض سجل قائد الهلال ياسر القحطاني سوبر هاتريك قاد به فريقه للفوز على ضيفه هجر برباعية من دون مقابل. وعلى ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية في المجمعة انتهت مواجهة الفيصلي وضيفه الشباب بالتعادل السلبي من دون أهداف. زاد الفتح من متاعب نجران ووضعه على اعتاب دوري الدرجة الأولى بعدما تغلب عليه في الإحساب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. واكتسح الأهلي بطل الدوري شباك مضيفه الرائد بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت استمرار تألق المهاجم السوري عمر السومة الذي أحرز سوبر هاتريك.